بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أشكركم على تواجدكم وتغطيتكم ودعمكم للمنتخب الشاب. أبارك للقيادة الرشيدة، أبارك لسيدي جلالة الملك على تأهل منتخب منتخب الشباب إلى نهاية كأس العالم، وبارك لسمو ولي العهد ولسمو الشيخ ناصر وسمو الشيخ خالد، لأن أعتبرهم الداعمين الأكبر للرياضة في البحرين بصورة عامة ولكرة اليد بصورة خاصة. لله الحمد المنتخب سوى اللي عليه وتأهلنا إلى كأس العالم، هو الهدف الأول والأساسي لنا في اتحاد البحرين أن نتواجد في نهاية كأس العالم في كل الفئات. المنتخب الأول لله الحمد تأهل، منتخب الشباب اليوم بيض الوي وتأهل، بيبقى لنا بعد منتخب واحد لمنتخب ناشئين شهر الجاي إن شاء الله بإذن الله. فنتمنى اليوم ما نطلبت اللاعبين إن مباريات الجاية استمتاع كرة يد بدون أي ضغط بدون أي شيء، خلاص الهدف اللي نبي إحنا وصلنا له، بيبقى حين نستمتع كرة يد إن شاء الله ونشوف منتخب يلعب كرة يد أفضل. لأن ما بأضغط على هالمنتخب، لأن هالمنتخب فقد كثير من المباريات بسبب الجائحة، توقف المسابقات وقلة الإعداد اللي حصله. تواجدهم في نهاية كأس العالم هاي بالنسبة لنا هدف، اللي يكونون صف ثاني أو صف ثالث للمنتخب الموجود حالياً.